القانون الوحيد السائد هناك هو الغلبة للأقوى، ففي ظل هذه الشريعة لا يمكن تكهن النتائج. سنعرض لكم في هذا الفيديو 10 مقاطع تم تسجيلها لمعركة دارت بين أصناف مختلفة من الحيوانات، ولكن النتائج كانت غير متوقعة. ابقوا معنا. الزرافة ضد الأسد. في هذا القتال العنيف بين الأسد والزرافة في إفريقيا، البعض منا سوف يظن أن الأسد سوف يهزم الزرافة، ولكن المفاجأة أن الزرافة استخدمت قدميها الطويلتين والقفز العالي لإيقاف الأسد وصد هجومه، وظلت تستخدم هذه الحركة بشكل مستمر طوال فترة المعركة، مما مكن الزرافة من الفوز بها. الثعبان ضد النمس. في هذا المقطع نجد حيوانا قاتلا يواجه النمس في معركة غير متكافئة. كل من الثعبان والنمس تبادلا الضربات، ولكن حركة النمس كانت مجرد دفاع وتمويه من أجل استغلال الفرصة، وفعلا قام هذا الحيوان بعض رأس الأفعى مما جعله الفائز. كان من العجيب فوز هذا الكائن على الأفعى التي تمثل ضعف حجمه. التمساح ضد الثعبان. في مناطق أستراليا النائية تم تصوير قتالا آخر غريب بين ثعبان ضخم وتمساح. في البداية قام التمساح بإمساك الثعبان بواسطة أسنانه، ولكن الآخر لم يستسلم بسهولة، إذ قام بالالتفاف حول التمساح مع أن التمساح كان أضخم من الأفعى بأضعاف. ومع هذا وبعد ساعات طويلة كان الفوز من حليف الأفعى. الأسد ضد النمر. في هذا المقطع المسجل في الغابة يظهر هجوما طويلا بين الأسد والنمر. اعتقد أن سبب هذا الهجوم هو فرض الهيمنة على المنطقة المتنازع عليها، وفي النهاية لم يستطع النمر من التغلب على ملك الغابة الحقيقي. الثعبان ضد النسر. في لقاء غير متوقع بين أفعى الكوبرا والنسر، حاول الأخير الاستفادة من حجمه ليقف على الكوبرا ويهاجمها، ولكن الأفعى حاولت الدفاع وأخذ وضعية الهجوم، وعندما فتحت فمها قام النسر بنقرها منه مباشرة ليحقق فوزا صريحا وشاملا عليها. الجاموس ضد الأسد. في هذا المشهد الصادم في إفريقيا ظهر أسد يهاجم جاموسا وحيدا في الغابة، وبعد فترة صغيرة قدم جاموس آخر ليساعد الجاموس الأول الوحيد، وبشكل مباشر قام الجاموس بنطح الأسد ورفعه لعدة أمتار عن سطح الأرض، لتنتهي المعركة بإنقاذ الجاموس لصديقه من موت محتم. النمر المرقط ضد التمساح. في بداية المشهد وضمن الأراضي الرطبة في البرازيل نجد نمرا مرقطا يتأهب بحركات خفيفة للانقضاض على التمساح، وما هي إلا لحظات حتى قام النمر بعض التمساح وغرز أسنانه في ظهره لكي يتمكن من شل حركاته، وبعد ذلك قام النمر بسحب التمساح ليعلن فوزه الكاسح عليه. النمس ضد أفعى الكوبرا. في مشهد آخر للمواجهة بين هذين الحيوانين نجد هذه المرة أفعى تتسلل إلى بيت مليء بأبناء النمس، ولكن النمس كان لديه خطة دفاع محكمة عن أبنائه، إذ استخدم نفقا يرشده تماما خلف الأفعى، وقام مباشرة بمهاجمة الأفعى من الرأس وبدأ العراك بينهم. حاولت الأفعى الالتفاف حول النمس لخنقه، لكنه نجح بالفكاك منها والانقضاض عليها ليستطيع في النهاية من قتلها. كان دفاعا وهجوما محكما من قبل النمس. القرش ضد الأخطبوط. بينما كان القرش يسبح في منطقة قريبة من المحيط وبشكل مفاجئ وغير مفهوم، قام أخطبوط بالارتفاع ومعارضة القرش والالتفاف عليه. كان عنصر المفاجأة سببا بالفوز على القرش في معركة غير متوقعة. الأسد ضد الضبع. في هذا العراك بين الأسد والضبع استخدم الضبع براعة رائعة للهروب من قطيع الأسود، ولكن بلحظة قامت الأسود بمحاوطة الضبع وإمساكه، وبسرعة كبيرة قامت بمهاجمته لتنتصر على الضبع وتقوم بأكله. شكرا للمتابعة. للمزيد قم بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه لتصلك كافة حلقاتنا لحظة بلحظة.